حضر الملف الأفغاني على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية كل من تركيا وإيران وأفغانستان لبحث ملف المصالحة الأفغانية. تسعى تركيا وإيران إلى لعب دور سياسي وميداني فاعل بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. فوزير الخارجية التركي أكد أن العرض الذي تقدمت به بلاده لحماية مطار كابول ما زال قائما ويحظى بدعم من حلف شمال الأطلسي. تركيا تتحمل مسؤولية تأمين وحماية مطار كابول في إطار القرار المدعوم من حلف الناتو. مواصلة حماية المطار لا تقع على عاتق تركيا فقط، ونحتاج لمواصلة فعل ذلك دعما من الدول الأخرى وعلى رأسها الحكومة الأفغانية. باكستان بدورها دولة فاعلة أصلا في الملف الأفغاني. كل الجهود منصبة على سيناريوهات المشهد ما بعد انسحاب القوات الأمريكية، خاصة في مباحثات أجراها وزير الخارجية التركي والباكستاني. ثم من يرى أن الدور التركي سيزداد أكثر خلال الفترة المقبلة. تركيا ستلعب دورا كبيرا لتجنب حدوث فوضى وحرب أهلية في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية التي ستترك البلاد في حالة يرثى لها. الدور التركي سيكون بالتعاون مع الدول الإقليمية الأخرى. ثمة جهود تبذل أيضا مع رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية لتثبيت السلام بين الحكومة وحركة طالبان، جهود لم تسفر حتى اللحظة عن جمع الفرقاء السياسيين في إسطنبول لتوقيع مذكرة تفاهم تنهي سنوات الصراع الطويلة بين الجانبين. كان لقضية أفغانستان بأبعادها المتشعبة حيز كبير في جدول أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في محاولة من دول إقليمية لتقريب وجهات النظر فيما بينها للمساعدة على إحلال السلام هناك وتجنيب البلاد حربا أهلية جديدة عقب خروج القوات الأجنبية. عدنان جان، العربي، من مدينة أنطاليا.